خبره واللي عدنا عن عمار وفضيحة الأنس شايب وبيسان إسماعيل وكشف الحقيقة مو فلوكس وشنو سبب مشكلته ويا نارين بيوتي وحسب ما لمح أو وضح بالمقطع مالته إنه يمكن يكون بيسان وأنس شايب وراء هذا الموضوع. طبعا هواية هو عنده أسرار فراح ينزل لنا مقطع بهذا الخصوص ولكن راح أحط لكم رابط مقطع بالوصف. روحوا فجروا المقطع مالته روحوا فجروا مقطع عمود ينزل لنا المقطع ويكشف لنا بحقيقة. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو مملكة القصص وأخيرا تنزيل صورته بس سرب صورته من الفيديو كليب الجديد اللي ناوي أنزله اللي راح يكون طبعا بصوتي ما راح أقول أكثر بالكلام. راح أحط لكم رابط مقطع طارق الباشا اللي نزل بهذا الخصوص واللي سرب بيه صورتي روحوا شوفوه عشان تفهمون أكثر. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي أسو فأسو نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري واللي كانت تقول بيه تعبت نفسيتي راح تشوفون شعري الجديد بالفيديو اللي حتنزله. أما اليوتيوبر الثالث اللي عدنا فهو أنس وبيسان إسماعيل. بيسان إسماعيل نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كانت تقول بيه حبايبي بالفيديو اللي نزلنا لكم إياه قلنا لكم أكو مفاجأة بعد 4 شهور بكرة راح ينزل مقطع بهذا الخصوص وين الحماس. كان حاطه بصورة مصغرة اللي هو الإيموجي مال الخاتم في الأغلب توقع الموضوع زواج فهل تتوقعون راح يتزوجون باكر أو يعلنون هذا الشيء. الخبر الرابع اللي عدنا عن ياسو دخولها للمستشفى فياسو نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات واللي كانت تقول بيها إنه هي تسممت مبارحة حاليا إنه هي مريضة والآن هي موجوعة شوية فراح أعطيكم هذه الستوريات تشرح بها القصة بالكامل. هلو كيفكم شو أخباركم؟ بعرف لي فترة غايبة بس مبارح كنت متسممة أكلت من برا فعن جد ديروا بالكم لا تاكلوا أشياء من برا. مبارح أكلت معكرونة من برا فتسممت ما بعرف شو صار لي. الحمد لله اليوم شوي أحسن بس لسه ما عندي حاسة إنه ما بتتقبل إني آكل يعني كان لازم آخذ دواء أخذت مبارح يعني هيك مسكن وهيك يعني الحمد لله أحسن. كنت عن جد مو قدرانة أقوم كنت كتير كتير كنت أقوم دوخ كتير دوخ هلا دايخة بس يعني أحسن من مبارح الحمد لله. فا يس في كتير مفاجآت عم حضر لها فكون جاهزين. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة سحر ويحيى واخفاهم الاسم نور ستار من التعليقات اللي عدهم. اما بالنسبة لسأل السبب الصراحة ما ادري هل ممكن صارت مشكلة بيناتهم قبل. بالنسبة للدليل ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيع التعليقات ونكتب كلمة نور ستار بعد نروح على كلمة لحتث اولا عم نتفى التعليق وتعليق الاشخاص على الخبر ورايا بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق رح يطلع للناس او لا. بعد ما غيرنا الحساب وننزل بيع التعليقات وروح على كلمة لحتث اولا راح اشوف انه تعليق ما ظهر ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وشو تتوقعون السبب اخفاء حيو سحر لاسم نور ستار من التعليقات. الخبر الخامس اللي عدنا عن رغدة واصابتها بالكورونا. رغدة نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات هذا البوست وشوية ستوريات تعلن من خلالها عن ان هي اصابت بالكورونا واللي كانت كاتبة على هذا البوست انا وتستس اللي هي القطوة مالتها مكرنين حاجرين حالنا حاليا بالبيت فالله يشفيها يا رب. وطبعا يا حبايب لا تنسون ان تدعو لها. الخبر السادس اللي عدنا انا محمد جواني وخوفه من تنزيل الفيديوهات اما لسان السبب فبسبب حلاقه لحيته والتحول الغريب اللي صار فايم المتابعين صاروا يتهجمون عليه من اصدقائه يطلبوا من عنده انه ينزل فيديو يطلع لنا بهذا الجمال فماكو حل يا محمد جواني غير اللي تطلع وتصور فيديو وتنزل. حتى مايا وايضا مريم نزلوا شويه ستوريات يطلبون من جواني انه ينزل مقطع باليوتيوب. اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات ايش قد انتم متحمسين مقطع جواني اللي راح ينزله باكر على الساعه بالاربعة. وبس والله وصلنا نهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم. لا تحطوا لايك شاركوا بالقناه شاركوا فيزياء مقاطع من القصص. بس مع السلامه.